استاذنك هروح للاستاذ عصام شيحه، وسؤالي لحضرتك: هل بات لدينا بيئه صحيه صالحه لعمل حقوقي يفيد المجتمع؟ خلينا نشكرك، بس خلينا ابدا من حيث بدا الاستاذنا الدكتور عبد المنعم سعيد، في ان احنا نتذكر بكل العرفان وكل التقدير شهداء الوطن اللي ضحوا عشان نبقى احنا عندنا هذه الفرصه الكبيره اللي موجوده. وخلينا علق على القرار اللي تكرم سياده الرئيس، ولما بقول تكرم لان دي المره الاولى في تاريخ الدوله المصريه ان رئيس السلطه التنفيذيه، ان رئيس الجمهوريه هو اللي يبادر من تلقاء نفسه باعلان وقف حاله الطوارئ. اللي كان معتاد انك انت عندك في مصر 52 الف جمعيه اهليه هم اللي كانوا بيطالبوا بوقف الجمعيات الحقوقيه، هي اللي تقول الاحزاب السياسيه اللي هي بتزيد عن 100 حزب هي اللي كانت بتطالب بوقف حاله الطوارئ. لكن المدهش انه الرئيس هو اللي يبادر بهذه الحاله، وانا اتصور ان هذا القرار قرار حكيم وقرار جريء وقرار قوي. قرار حكيم لانه جاي في ظل محيط اقليمي كلنا مدركين، صحيح، وقرار جريء لانك انت عندك ارهاب، يعني انت يعني ما زلت. وانا هنا عايز احذر انه ليس معنى وقف حاله الطوارئ انك انت ما تقدرش تعيد حاله الطوارئ في اي لحظه. صحيح. متى توافرت شروطها، متى توافرت اسبابها، تستطيع انك انت تعلنها في اليوم الثاني. وده بيلقي اعباء كبيره جدا على اجهزه الامن انها تستعد، لانه البعض يتوهم انك انت بتلغي حاله الطوارئ ان هيحصل نوع من التراخي. لا، على العكس، انا متصور ان الاجهزه الامنيه بتقوم بمجهود ضخم جدا في الوقت الراهن. خليني اقول لك وعندي من القوانين زي ما قال الاستاذ ضياء من شويه، حاولك انا متصور كمان انه وقف حاله الطوارئ خطوه في طريق الالف ميل. انت حاله حقوق الانسان تحدثها واصلاحها حاله مستمره ودائمه، ولا توجد دوله في العالم وصلت الى حد الكمال. فالدوله المصريه الجمهوريه الجديده جمهوريه حقوقيه بالطراز الاول، يعني لا تاني العبارة دي عجباني، جمهورية حقوقية بالطراز الأول. أنت منذ أعلن الرئيس السيسي عن الجمهورية الجديدة هي جمهورية الهدف النبيل ليها حقوق من الطراز الأول، فتلاقي حقوق المواطنين في السكن. وبالمناسبة رغم النجاحات الشديدة اللي احنا حققناها في حق السكن، من أكتر الأمور اللي وجهت إلينا اتهامات فيها داخل أروقة الأمم المتحدة كان الحق في السكن. يعني انت بتنقل اهالينا من العشوائيات تسكنهم في اماكن حضريه جاهزه للسكنه، لكن انت بتواجه هناك بان ده تهجير قسري. يعني شوف انت بتعمل يعني شيء كبير. انت كمان حققت خطوات عديده في السنوات الاخيره. انت حفظت بعض القضايا ودي كانت محل انتقادات شديده جدا. انت رفعت القيود على بعض النشطاء وحفظت التحقيقات تجاههم. انت عدلت قانون، وبرضه بمبادره من الرئيس عدلت قانون الجمعيات الاهليه اللي كان بيوجه لينا اللوم بشكل كبير. انت خدت خطوات متتاليه، كانت قمه هذه الخطوات انك تلزم نفسك باستراتيجيه وطنيه لحقوق، انت اللي الزمت نفسك بيها، فانت سبقت العالم اللي كان بيوجه اليك انتقادات، والزمت نفسك باستراتيجيه في اطار زمني محدد. انت اللي قلت انك عايز تعمل ده، انت عملت ده واعقبته بمجموعه من المبادرات. لاول مره كنت بتستعين في هذه المبادرات بالمجتمع المدني، يعني كان المجتمع المدني كان فاعل رئيسي في كل المبادرات، واخترت لها مسميات، وانا عايز اشكرك، اخترت لها مسميات كلها حقوقيه: تكافل وكرامه. اشكرك يا سفير، تكافل وكرامه، كرامه انسانيه. انت بتحط فيها اهو، يعني انت بتعمل ده وانت بتقول للرأي العام المصري احنا بنعمل ده لينا. خليني اقول لك كمان بقى، كل القرارات اللي خدتها الدولة المصرية مصرية خالصة، يعني لم تمارس علينا، ما عملناش حاجة لان تمارس علينا لغات، احنا مش على راسنا بطح. انت عملت كل الاصلاحات الاخيرة بإرادة مصرية خالصة. البعض بيتوهم، وسيادة السفير بيقولها على الصحية، انه لما وصل الديمقراطيين للحكم في امريكا ان احنا عملنا الاستراتيجيه. الله، ده احنا عاملين المبادره 2018. ومؤسسين واشتغلنا. الجديد في الامر بقى هذه الشراكه الناجحه بين مؤسسات الدوله وبين المجتمع المدني. انا عايز اقول لك بكل فخر 80% مما اثرناه كمنظمات حقوقيه
قبل في الاستراتيجيه. مش عايز اقول كنا بنوجه نص اللي قاعدين هنا ايوه كنا بيتم استضافتنا بصفاتنا حصل ست اجتماعات وكانتنا كمحضر النقاشات الاستراتيجيه مع معالي السفير ومع معالي السفير ايهاب نص المجموعه اللي قاعده. ده يخليني اشكر وزاره الخارجيه المصريه هذه الوزاره العتيقه لانها كانت تمتلك من الخبره وتمتلك من الكفاءه وتمتلك من القدره ما مكن المجتمع المدني من الحوار. انت مش معتاد مع السلطه انك تاخد وتدي معلومه انك تنتقد. يعني احنا كنا بننتقد ملفات غايه في الاهميه واحنا بنتكلم على الاستراتيجيه وبعدين بنعقبها بنتكلم على وقف حاله الطوارئ. ده معناها كمان في بالفعل حصلت انفراجه في بعض الافراجات، لكن انا كحقوقي اتمنى ان الافراجات تستمر وتزيد. عندنا اعداد كبيره يعني آن الأوان إنها تخرج، لأنه بعضهم اتحبس في قضايا شبه سياسية في ظل حالة الطوارئ. أنا متصور إن هؤلاء الشباب بالذات آن لهم أن يخرجوا، لأن إحنا لا نقبل بأي حد من الأحوال إن تتركهم فريسة للجماعات الإرهابية والتكفيرية داخل السجون تغير من أفكارهم وتغير من نمطهم. مش كده وبس، ده أنا عايز الدولة ومنظمات المجتمع المدني تحتويهم في وقت الخروج، نحتويهم عشان نضمن اندماجهم في المجتمع مرة أخرى. أنت بتقفل سجون وبتعمل مباني للتأهيل. وهذا التأهيل معناه ايه؟ معناه انك انت عايز تضمن حاجتين. الحاجة الأولى ان هذا المتهم اللي عوقب أمام المحكمة ان ما يعاقبش مرتين، يعني مرة انك تعاقبه بحكم المحكمة ومرة انك تحطه في مكان غير آدمي، فأنت بتضعه في مكان آدمي. واحدة صحيح. أنت كمان بتديله فرصة وده الأول مرة ان هو يشتغل ويحول فلوسه لأولاده، فتضمن انك تحافظ على الاسره، لان من المساوئ الحبس انك انت بتهد اسره بالكامل. بعض المتهمين اللي بيدانوا هو لا يدرك وهو بيرتكب الجريمه انه هيتسبب في ان اسرته بالكامل هتتشرد، فالدوله كمان حريصه على انه هو ياخد مرتب ويحول مرتبه لاولاده فتضمن الامان. اقدر اقول لك احنا عندنا قوانين تكفي وزياده. احنا عندنا قانون العقوبات المصري اللي اتعمل من سنه 97 في كل حاجه، كل ما يخطر على بالك موجود فيه. انت كمان بتدي اشاره لما بتلغي حاله الطوارئ ان الدوله قادره بالقانون الوضعي انها تمارس سلطانها، وده كمان يؤكد ان الدوله قويه. الرئيس في تدشين الاستراتيجيه قال لك ان الدوله المصريه استعادت عافيتها. احنا كلنا شايفين ان الدوله راجعه قويه وفتيه ومنطلقه. كل ده يؤشر ان الجمهوريه الجديده جمهورية حقوقية من الطراز الأول، وإن احنا سوف نشهد في الأسابيع القليلة القادمة انفراجة سياسية كبيرة. أتمنى إن الأحزاب السياسية وأتمنى إن النقابات المهنية والعمالية إنها تلتقط هذا الخيط وتنطلق، لأن احنا في حاجة صحيح لانفتاح المجال العام. ودي نقطة يعني هنتناولها بالتفصيل بعد شوية لأنها نقطة مهمة جدا اللي بيقولها الأستاذ عصام.